كان أكثر دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا نداء فيه إقرار بالربوبية والألوهية لله تعالى. ومعنى الألوهية أن الله هو الخالق لجميع ما سواه، هو الذي أوجد العالم كله بلا استثناء، أي أن جميع ما سواه لم يكن موجودا ثم صار موجودا. هذا معنى الألوهية. آتنا في الدنيا حسنة، سؤال من خير الدنيا كله بأوجز لفظ وعبارة، فجمعت هذه الدعوة كل خير يتمناه العبد.